قال صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين. لم يقل التاجر المصلي ولا الصائم، لأن التاجر إذا صلى وصام واعتكف في المسجد وحفظ القرآن واستزار عن ظهر قلب ثم غش الناس، فما انتفع بصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. ورب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ورب حامل للقرآن والقرآن يلعنه والعياذ بالله من ذلك، والقرآن حجة لك أو عليك. إذن القضية ليست في مجرد الحفظ أو مجرد العبادات المفروضة، إنما هي في تحول ذلك إلى سلوك عملي ومعاقبة حقيقية لله. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي معاقبة الله في السر والعلن. قال: التاجر من؟ الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. أما عندما يتحول الأمر إلى ما يشبه النصب والاحتيال واستغلال عواطف الناس، فتجد الرجل مثلا يضع على لافتة محله أو تجارته اسما يدل دلالة إسلامية، مثلا كيقول الصدق والأمانة، ويجعل الآيات القرآنية في واجهة المحل، ويضع المصحف في مقدمته، والقرآن يعمل عنده ليل نهار، ثم بعد ذلك لا يكون أمينا مع الناس. هذا عقوبته عقوبتان: عقوبة الغش وعقوبة النفاق وعقوبة المتاجرة بدين الله. لأن الناس تقول: إذا كان هؤلاء فماذا نصنع وماذا صنع فيهم الدين؟ هؤلاء إن لم تكن تجارتهم صدقا وأمانة وبيعا ووفاء على قدر مظهرهم ومسلكهم، فإنهم يسيئون لدين الله مرتين: مرة بالغش ومرة أخرى بالمخادعة والنفاق. فمن أظهر للناس خلاف ما يبطن فهو منافق. فعندما تتمظهر بمظهر الإسلام يجب عليك أن تطبقه سلوكا وواقعا. وعندما يتاجر الإنسان بدين الله يمحق الله البركة من حياته، ومن طلب الدنيا بعمل الآخرة محقت بركة حياته وطمس على قلبه وأثبت في أصحاب النار، لأنه بدل أن يدعو الناس إلى دين الله ينفر الناس من دين الله. الدين المعاملة، الدين حسن الخلق. إذا أردت أن تعرف دين الرجل فقف عند بيعه وشرائه وحله وحرامه، فإن كان وقافا عند حدود الله محلا للحلال محرما للحرام فهو الذي استفاد من دين الله. أما إن كان لا يحل حلالا ولا يحرم حراما فذكره بقول رسولنا الكريم: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. نسأل الله العلي العظيم أن يغنينا بحلاله عن الحرام.